السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض فكره فظيعه جدا، ان شاء الله هتعجبكم قوي. حطي العملات المعدنيه كده في الحوض وهترتاحي طول، يعني مش هقولك هترتاحي طول حياتك منها. تعالي بقى نشوف مع بعض الفكره ايه والوصفه والطريقه. حطي لايك للفيديو من ايديك الحلوه وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض. بس قبل ما ابدا ما تنسيش تقولي لي انت بتتابعيني من انهي بلد عشان كلنا نكون متواصلين مع بعض. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض وصفتنا، ونشوف ايه هي الفكره اللي هتريحنا بقى بالعملات المعدنيه دي طول حياتنا او طول السنه. يلا بينا نبدا مع بعض وصفتنا اللي بعد كده. لو الميه عندك قطعه او بتقطع كتير، تقدري تملي ازازه زي كده وتجيبي اي حاجه تخرميها على تسخنيها على النار، تبداي ان انت تخرمي فيها، وبعد كده هتفتحي الازازه، الميه هتنزل معاكي كويس جدا، هتقفلي الازازه، الميه هتتقفل معاكي من الازازه. دي يا جماعه فكره جميله جدا، بتنفع جدا. بس لو انت عندك بقى الاختراع ده او الكولمان اللي زي كده، ده بيسهل عليكي كتير جدا. انا مليته ساعه ما لقيت الميه بتقطع وكده، فده بمجرد ما هتدوسي على الزرار هيملى معاكي ميه، وكمان انت ملياها، يعني انا ملياها ميه من الفلتر، والكولمان كمان فيه فلتر فهيكون يعني نضيف معاكي اكتر. فانت بقى لو انت عندك لو ما عندكيش الكولمان ده، عندك الكولمان ده يا جماعه رخيص جدا مش غالي، كنت جايباه ب 90 جنيه، كان ما شاء الله يعني كان حجمه كبير. لو ما عندكيش الكولمان ده تقدري تستبدليه بالازازه، الاثنين هيدوا معاكي نفس النتيجه، بس الكولمان حجمه هيكون اكبر، تقدري تستخدميها في ازازه اكبر. بتمنى بقى تكونوا استفدتوا من الفكره وتكون عجبتكم. اللي بعد كده برضو مختصه بالحوض، هاتي ليفه كده وتعالي شوفي الحوض بتاعك هنعمل فيه ايه. لو انت عندك السداده برضو ضايعه، هتبداي تعملي ايه؟ هتاخدي معاكي ليفه كده او سلكه وتبداي ان انت تحطيها كده في الحوض. دي بقى هتغسلي مواعين، هتعملي اي حاجه فيها، اي شوايب اي حاجه، هتلاقيها طبعا وقفت عندك، وطبعا الميه هتفضل شغاله معاكي كويس جدا. اهي لو في اي حاجه، اي شوايب ولا اي حاجه نزلت معاكي، يعني مثلا اهو نفرفت بس من شويه كده، ايه اي شوايب ولا اي حاجه هتفضل موجوده عندك، هتلاقيها واقفه معاكي اهي، هتلاقيها واقفه معاكي على السلكه، مش هتنزل معاكي وتسدلك الماسوره ولا تسدلك المواسير بتاعتك. واول ما هتيجي تشيلي طبعا هتتشال معاكي بمنتهى السهوله اهي. بصي بقى كل الحاجات اللي فيها، وبعد كده بعد كل مره مثلا تنضفي او بعد كل فتره تروحي اخدها ورميها. ودي كده فكره لو انت بقى السداده بتاعتك ضايعه بتاعت الحوض، وبتمنى بقى الافكار بتاعتي تكون عجبتكم. هنعمل فكرتنا ايه هي؟ هنحط العملات المعدنيه كده في الحوض وهنرتاح طول السنه. من اهم حاجه او اهم مشكله بتواجهنا ايه هي بقى مشكلتنا؟ انا عندي لو عندك مثلا الغطاء او السداده بتاعت الميه مش موجوده، هنعمل ايه؟ هنجيب بقى معانا العملات المعدنيه بالشكل ده كده اهي كده، ونبدا ان احنا نفردهم بقى معانا كده في المصفى بتاعه المطبخ. هعملها قدامكم كمان اهي عملي. خلاص كده لقينا ان احنا محتاجين الجزء ده، فناخدها بقى كده ونربطها معانا كويس جدا، ونشيل طبعا الزياده دي اول حاجه عشان تعملي الفكره. معايا بقى الزياده بتاعتها دي، نجيب معانا مقص اهي كده، ونروح جايبين مقص كده، وناخد بقى معايا كده ايه بعد ما قصناها، ناخد بقى معايا العملات المعدنيه زي ما انتم شايفين كده، نبدا ان احنا نحطها. بس ايه، هنوزعها بالشكل ده، وزعيها بقى عندك بحيث ان هي تكون مغطيه كل الاماكن اللي ممكن تنزل منها الميه. وهنفتح بقى مع بعض الحنفيه كده وهنشوف بقى مع بعض كميه الميه الموجوده عندنا. ايه فايده العملات المعدنيه دي او بنعمل بيها ايه؟ ان انت لو حابه ان انت بقى لو انت من الناس اللي بيحبوا يملوا الحوض كده ميه ويبداوا ينقعوا فيه الخضار زي ما انت شايفه كده، بسم الله، فهتاخدي بقى إيه عندك العملات المعدنيه. ده الكلام ده لو السداده بتاعت الحوض عندك مش موجوده، هتاخدي العملات المعدنيه وتحطي بقى الخضار بتاعك كده يتنقع مثلا في ميه بخل، وبعد كده تروحي اخداه بقى واحده واحده كده وشاطفاه وشايله بقى معاكي. بصي بقى بقت مسدوده معايا ازاي، وكل ده بالعمله المعدنيه اللي احنا حاطينها. هنسحب بقى معانا كده وهتشوفي الميه دي كلها هتلاقيها نزلت. نقفل بقى الحنفيه. بصي بقى لو ملاحظه ان الميه خلاص كلها بتتسحب، معنى كده ان العملات المعدنيه سدت لي او اشتغلت لي مكان السداده. دي الفكره يا جماعه، فكره الفيديو نفسها. تعالي اقول لك بقى الفكره اللي بعد كده. دلوقتي بقى انا غسلت معايا الخيار، وبعد ما بتغسلي الخيار بقى ايه او الخضار بتاعك عامه، بتبداي ان انت تطلعيه كده على فوطه ولا حاجه وتيجي عايزه تحفظيه. هتحفظيه ازاي؟ هتحطيه في الثلاجه بالمنظر ده، يبقى تنسي خالص ان انت حطيتي فاكهه او خزنتي خضار او اي حاجه من الحاجات دي. باخد الخضار بتاعي بنشفه
حاجه باخدها الاول، باخد معايا رول البكر اللي زي كده، وببدا ان انا احط في القعر كده المناديل، وباخد بقى واحده واحده نشفتها وابدا ان انا احطها هنا كده. بسم الله. طبعا بترصيها معاكي كويس جدا، بس الاول بنشف معايا الخضار او الفاكهه او اي حاجه انت عاملاها وعايزه تحتفظي بيها. خلاص كده، تعالي اقول لك بقى هعمل ايه. هرتبهم الاول هنا كده بالترتيب. لما رتبتها معايا وبقت بالشكل ده، هنزل عليها بمناديل كده بكر، وبعد كده هنزل بالجزء الثاني بقى كده ايه من الخيار كده بقى. لو اي رطوبه في الخيار ولا اي حاجه مطرح الغسيل عمرها ما هتاثر خالص على الخيار بتاعك، هتحفظيه لاقصى لاطول فتره ممكنه، وهو كده المناديل هتمتص معانا الرطوبه. بعد ما حطيت الطبقه الثانيه هفضل اكرر الموضوع كده لحد ما بخلص معايا الكميه كلها من الخضار بتاعي، وبعد كده بروح احطله بقى. خلاص خلصته كده، بروح حاطه طبقه ثانيه كده من المناديل واحفظه معايا في الثلاجه، وبكده هكون حافظت عليه نظيف. وبصي بقى شكله عامل ازاي، جميل جدا. بتمنى الفيديو يعجبكم، ولو لسه ما حطيتيش لايك لحد دلوقتي ما تنسينيش بقى في اللايك. اخر فكره بقى معانا دلوقتي، الفكره الاخيره بقى دلوقتي معانا يا جماعه، لو انت عندك بقى بنتك عندها شويه طرف زي كده او حاجات زي كده وبتضيع منها باستمرار ومش عارفه تحطيها فين، او اكسسوارات جايباها وبهدلت لك الدنيا بيها كده وكركبتها لك، هتعملي ايه؟ تعالي بقى اقول لك دلوقتي هنعمل ايه. بجيب شنطه زي كده او اي حاجه موجوده عندك في البيت تقدري تستخدميها. انا عندي الشنطه دي كنت جايباها لبنتي، يعني بتلعب بيها كده ايه، او بتستخدمها يعني في البيت او في المكان اللي احنا فيه، يعني بتحط فيها اي حاجتها. انا خدت الشنطه بتاعتها دي اهي، وببدا بقى ان انا اجيب كل التوك بتاعتها وكل الحاجات بتاعتها اللي هي بتستخدمها واللي لسه ما استخدمتهاش زي ما انتم شايفين كده، وابدا بقى ايه ان انا اشيلها معايا هنا اهي. بصي بقى الحاجات بتاعتها كلها كانت مكركبه الدنيا، فانا قلت بقى ايه اشيلها هنا. بصوا بقى البتاعه دي جميله جدا ازاي. فكده نكون بقى اتخلصنا من الفوضى وتخلصنا من كل الحاجات المزعجه اللي بتضايقنا جدا في البيت، واللي بتضايقنا كمان مع الولاد. بصي بقى حتى الساعه بتاعتها والحاجات دي كلها هلمها لها هنا، وقت ما هتحتاج فيهم حاجه هتلاقيها، وبكده تكون حاجتها كلها ما ضيعتهاش، وايه والاكسسوارات بتاعتها والحاجات دي كلها تلاقيها برضو معاها اهي. بس طبعا التوك الكبيره اللي زي كده مش هتتحط معاها اهي. بكده اكون حافظت لها على الحاجات بتاعتها كلها اللي هي ممكن يعني تكركب البيت جدا، وكمان تضيع مننا، وفي نفس الوقت سعرها بيكون غالي، ما بتكونش رخيصه ولا حاجه. دي برضو الاسوره بتاعتها اشيلها لها كده، واهي كده بدل ما كانت عامله كيسه كبيره كده وملهاش لازمه، هنحطها في الشنطه دي كده اهي، ونقفل كده ايه عليها. كده اكون حافظت لها على الالعاب بتاعتها. طب عندي كمان على التوك بتاعتها، عندي كمان التوك اللي زي كده، وانا بقى بعلق الشنطه دي. الشنطه دي طبعا علقيها جنبك كده، هنروح اخدين معانا التوك بالشكل ده، وهتاخد معانا كذا يعني كذا توكه وكذا نوع من انواع التوك اللي بالشكل ده اهي. وبكده نكون حافظنا على التوك بتاعتها ان هي تضيع، او اي حاجه تانية تكون صغيره اكسسوارات عندك او حاجات من دي وتكوني خايفه عليها ان هي تضيع تقدري تستخدمي لها الفكره دي. جميله جدا. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.